السلام عليكم، ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنكمل مع بعض المحاضره التانيه من نماذج التعيين والتخصيص باستخدام الطريقه الهنغاريه. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن طريقه العد الكامل، الهنغاريان ميثود. الطريقه دي يا اولاد بيبقى ليها اسم تاني، اللي هي بتاعه جونسونز الجوريزم اللي او خوارزميه جونسون، عشان لو حبيت ألاقيها في أي مرجع تاني لقاها ليها اسم آخر. عايزة أقول لحضرتك كمان إن دي ليها ميزتين. الطريقة ديت، الطريقة الميزة الأولانية بتختلف عن طريقة العد الكامل في إن هي بتعتمد على مفهوم تكلفة الفرصة البديلة أو المضاعة. بقدر أتوضح عندها وبقدر أعرف البديل المناسب أو إزاي أعمل تخصيص عدد من الوسائل أو الأشخاص لعدد من المهام، وأشوف إيه تكلفة الفرصة البديلة لكل شخص حتى أوصل بيها للصفر. بعد كده الميزة التانية اللي هي إن أنا ممكن أستخدم الطريقة الهنغارية دي، سواء رتبة المصفوفة 3 في 3 أو 4 في 4 أو 5 في 5 أو فيما فوق أعلى من كده، فبقول إن دي في الحياة العملية بتبقى أوقع وأفضل من الطريقة السابقة. تعال نشوف مع بعض خطوات الطريقة دي. الطريقة دي يا ولاد عبارة عن ليها 6 خطوات. الخطوة رقم 1 بيقول لي خطوات حل مشكلة التعيين باستخدام الطريقة الهنغارية. بيقول لي أول حاجة أطرح أصغر قيمة أو تكلفة في كل عمود من باقي قيم ذلك العمود للحصول على 0 و 1 على الأقل في كل عمود. يعني أنا لو عندي مجموعة أعمدة هشوف كل عمود أرقامه إيه، وأدور على أقل رقم في العمود وأبتدي أطرح الرقم ده من كل القيم بتاعة العمود، فبالتالي هيبقى عندي في العمود 1 0، وممكن بعد كده الخطوات الجاية هتلاقي أكتر من 0. في الخطوة رقم 2 هكمل على الوضع الأولاني، الجدول الأولاني. بعد ما اشتغلت على الأعمدة هبتدي أشوف على مستوى الصفوف، أشوف أصغر قيمة موجودة في القيم إيه بتاعة الصفوف، وأبتدي أطرح منها كل صف، أشوف أصغر قيمة إيه وأطرحها من باقي القيم الموجودة في كل صف، هينتج برضو عندي 0، وبعد كده هتلاقي ممكن 0 أو 0 في الصف الواحد. الخطوة رقم 3 زي ما متعودت معاكم ان احنا بنقول الخطوات كلها نكتبها وبعد كده نفهمها وبعد كده نطبقها عملي على المثال. الخطوة رقم 3 اعمل حاجة اسمها تخطيط الاصفار الناتجة في الصفوف والاعمدة. زي ما قلت لكم هيبقى في عندي اصفار سواء في الاعمدة او في الصفوف. قبل ما اكمل الخطوة 3 حابة اقول لك لو انت حابب تشتغل بالخطوة 2 قبل الخطوة 1، بمعنى تبتدي بالصفوف وتطرح أقل قيمة من كل صف من باقي القيم وتبتدي بيها، وبعد كده تكمل الخطوة رقم 1 تخليها هي الخطوة رقم 2 إنك تكمل تطرح أقل قيمة من كل عمود بعد كده. طبعا الكلام ده صح 100%. زي ما هشوف حضراتكم المثال الأولاني هشتغل على الخطوات زي ما هي كده، هشوف أقل قيمة في كل عمود وبعد كده أقل قيمة في كل صف. المثال التاني هتلاقي حضراتكم بعكس الوضع، بشوف أقل قيمة في كل صف وبعد كده أشوف أقل قيمة في كل عمود. ده صح وده صح عشان ما نبقاش قلقانين واحنا بنحل. نكمل خطوة 3، بغطي الأصفار اللي نتجت عندي سواء في الصفوف والأعمدة بأقل عدد من الخطوط المستقيمة. الخطوة رقم 4 بيقول لي إيه يا ولاد؟ إذا كان عدد المستقيمات يساوي عدد صفوف أو أعمدة الجدول فإننا في هذه الحالة قد توصلنا للحل المطلوب. يعني حضرتك بتقولي عندك عدد صفوف وعندك عدد أعمدة وعندك حاجة اسمها الخطوط المستقيمة اللي بتغطي الأصفار، لو طلعت 3 متساويين ده 3 و3 و3 يبقى كده عندي ده اسمه الحل الأمثل. إنما لو طلع عندي عدد الصفوف أو عدد الأعمدة لا يتساوى مع عدد الخطوط المستقيمة اللي غطت الأصفار يبقى ده مش الحل الأمثل. طب إيه الحل يا دكتور؟ بيقول لي لو إحنا شغالين على برنامج تكاليف، فبيقول لي ففي هذه الحالة نقوم باختيار أصغر قيمة في القيم اللي مش مغطاة بالخطوط المستقيمة، وابتدي اعمل ايه، اشوف اقل قيمه فيهم وابتدي اطرحها من جميع القيم غير المغطاه. مش بس كده، هاجي على القيم اللي هي مغطاه، اللي هي مغطاه بايه، بالخطوط المستقيمه اللي هي عندها تقاطع، وابتدي اعمل فيها ايه، اعمل لها عمليه اضافه. يعني الرقم ده اللي هو اقل قيمه في القيم غير المغطاه اخده اطرحه من القيم غير المغطاه، وفي نفس الوقت اروح عند القيم اللي هي عندها تقاطعات الخطوط المستقيمه وثم تقطيعها، ثم اعمل ايه، اعمل لها اضافه. بيقول لي واضافتها الى قيم نقاط تقاطع المستقيمات ثم تخطيط بعد كده الخطوه اللي بعديها الاصفار الناتجه في الصفوف والاعمده باقل عدد من المستقيمات. ما تقلقوش من الخطوه 4، هيبان على المثال العملي اكتر واوضح. نتنقل مع بعض للمثال اللي جاي نشرح فيه الست خطوات ديت.
بس قبل ما اتنقل للمثال صحيح، نسيت اقول لكم ان انا في الملاحظة ديت بلاحظ ان بعد ما كنت هنا باخد اقل قيمة في القيم غير المغطاة، هنا المرة دي ده كان في حالة التكاليف قبل كده، انما في حالة الارباح باخد اعلى قيمة موجودة عندي وابتدي اطرحها من القيم غير المغطاة، وبرضو اعمل لها عملية اضافة للقيم عند تقاطع الصف مع العمود مغطى بالايه بالمستقيمات. كل ده هيتضح معايا في الأمثلة اللي جاية إن شاء الله. بيجي عندي مثال يا ولاد، بيقول لي مصنع بيرغب بتعيين 3 عمال اي بي سي لإنجاز 3 مهام هي 1 2 3، وقد كانت تكاليف إنجاز هذه المهام موضحة بالجدول التالي: المطلوب تحديد أفضل تخصيص بأقل تكاليف مستخدما الطريقة الهند غرقي. هنلاحظ حضراتكم هنا عندي 3 صفوف وعندي 3 أعمدة، أدي الصفوف وأدي الـ3 أعمدة. العمود الثالث، أول خطوة عندي طبقا للي أنا قلته لحضراتكم في الخطوات، بيقول لي ناخد كل عمود وأشوف أقل قيمة فيه. العمود الأولاني أقل قيمة 4، أبتدي أطرحها من 15 يبقى 11، أطرحها من نفسها يبقى 0، أطرحها من 7 يبقى 3. باخد الكبير أطرح منه الصغير. معناه إيه يا جماعة؟ معناه إن أنا مثلا لما أنا لو عندي عند الأربعة دي أقل قيمة طرحتها من نفسها 0، معناه إن تكلفة الفرصة المضاعة لو أنا اخترت العامل V لإنجاز المهمة إيه، مش هيبقى عندي فيه خسارة في التكلفة. ليه؟ الفرصة البديلة إن ده أفضل بديل بالنسبة إن هو يبقى قيمته 0. الفرصة المضاعة ليه؟ مش هيبقى عليه مضاعة حاجة، لأن دي أقل قيمة عندي أو أقل تكلفة. إنما أنا لو أخدت البديل الأولاني وخليته للمهمة الأولى هخسر حوالي 11 جنيه بتوع ايه، بتوع ان انا الفرق ما بين كان عندي بديل افضل منه واللي هو عندي بي ويحقق لي 4 جنيه تكلفة، بس انا اخترت 15 فخسرت 11 جنيه. بعد كده نفس القصة لو انا اخترت عندي سي، هلاقي ان انا بخسر 3 جنيه، الفرق بين 7 و4. بعمل نفس الكلام لباقي الأعمدة، باخد اقل قيمة هنا 2 يبقى هنا 12، اقل قيمة هنا من 9 يبقى 7، اقل قيمة هنا يبقى 0. في المهمة الثالثة يبقى البديل أنسب حاجة هنا 1، وهنا عند حضراتكم أدي حاجة، دي بالنسبة لهنا تكلفة الفرصة المضاعة عندي هنا 0، هنا هيبقى 7 وهنا 12، هنا أقل قيمة عندي 7، بعد كده أقل قيمة ديت أخد أطرحها من 8 يبقى 1، وهنا يبقى 2. أتنقل للخطوة اللي بعد كده، بعد ما أطرح أصغر قيمة زي ما قلت لحضراتكم 11 0 3 12 7 0 واحد صفر اتنين، دي الخطوة الأولى. هبتدي بعد كده طرح أصغر قيمة في كل صف من جميع قيم ذلك الصف في الجدول الوارد في الفقرة 1، ونغطي الأعمدة والصفوف التي تحتوي على أصفار بأقل عدد ممكن من المستقيمات. يعني هكمل على الجدول ده، بعمل إيه؟ بجيب أقل قيمة في الصف فتطلع 1، يبقى من نفسها يبقى 0، أقل قيمة هنا يبقى 1، أشيلها من 12 يبقى 11، أقل قيمة هنا من 11 يبقى شيل منها 1 يبقى 10. بعد كده أبتدي أشوف البي الصف التاني، أقل حاجة 0 فينزل زي ما هو 0 7 0. بعد كده السي أقل حاجة عندي هنا 0 يبقى 2 ويبقى 3. وبيقول لي خلي بالي ونغطي الأعمدة والصفوف اللي بتحتوي على أصفار بأقل عدد ممكن من المستقيمات. فغطيت العمود الأولاني أدي 0، والعمود التاني فيه 0، والعمود التالت هنا عندي ممكن أعمل أقل عدد من الأعمدة، أدي عندي العمود الأولاني والتاني. فاضل عندي أخد بدل ما أقعد أعمل عمود تالي كده، فبالتالي بحاول أجمع كل 0 مع بعض في خط مستقيم زي ما عملت هنا، خدت 0 في خط مستقيم اللي هو العمود، هنا بعمل برضو 0 دول اجمعهم مع بعض اخليهم في خط مستقيم مع بعض. بيقول لك ايه؟ تحتوي على اصفار باقل عدد ممكن من الخطوط، فبالتالي اصبح عندي 3. تعال نشوف مع بعض، انا هنا ما اقدرش اعمل اللي هو العمود التالت ده، لان انا ساعتها لو هعمل العمود التالت هيتضح عندي كله اتشطب، فبالتالي لما اجي اعين هيبقى عندي فيه جزء من ايه، من عدم التوضيح. فبالتالي ان انا اشوف بعد كده اعين بقى، ابتدي بعد ما شطبت كده اشوف يا ترى العامل ايه هياخد اني مهمه من التلاته. انا عشان اختار ببص على كل واحد من دول واشوف عند القيمه الصفريه، فلو اخدت العامل ايه هشوف الصف ده ما فيهوش الا الصفر ده،
فالصفر ده هو اللي عنده تكلفة الفرصة المضاعة تبقى صفر، فده أفضل حاجة هيتم عند إيه؟ عند البديل رقم 3. طب حلو أوي. باجي بعد كده خلاص اخترنا المهمة التالتة للعامل إيه، نيجي نبص بعد كده العامل بي عنده صفرين، بس خلاص أنا اخترت المهمة تلاتة للعامل إيه، فما ينفعش آخد هنا الصفر ده للعامل بي، فبالتالي بعمل إيه؟ باخد الصفر المتبقي المهمة رقم 1، يبقى إيه ياخد تلاتة وبي ياخد الأولى وفاضل السي. السي ده برضو مفهوش إلا فاضل له صفر عند المهمة 2، يبقى عنده ياخد 2. يبقى كده جملة المواضيع، يبقى أنا عندي إيه ياخد المهمة التالتة، بي ياخد المهمة الأولى، سي ياخد المهمة التانية، وبكده قدرت أعين البرنامج التخصيص بتاعي. تعال نشوف كده، بس أنا ما قدرتش أخد القرار ده إلا لما اتأكدت من حاجة برضو، إن لازم عدد الخطوط المستقيمة دي عددها كام يا ولاد اللي أنا غطيت بيها الأصفار؟ 3، يتساوى مع عدد الأعمدة وعدد الصفوف. لو ما حصلش كده يبقى مش ده الحل الأمثل، لكن أنا عشان لقيت عدد الأعمدة وعدد الصفوف يتساوى مع الخطوط المستقيمة اللي أنا شطبت بيها على الأصفار، يبقى معنى كده ده الحل الإيه الأمثل. وأقدر أقول كده في الآخر خالص، بما القرار بتاعي بما أن عدد المستقيمات يساوي عدد الصفوف أو عدد الأعمدة، فإننا توصلنا للحل المطلوب وبإمكاننا إجراء عملية التخصيص. تخصيص العامل A لإنجاز المهمة 3، تخصيص العامل B لإنجاز المهمة 1، تخصيص العامل C لإنجاز المهمة 2، وبرجع بقى للجدول الأصلي اللي اديتهولكم في بداية التمرين وأبص عليه وأشوف القيم دي مقابلة إيه للأرقام بتاعة الجدول الأصلي، هلاقي التكاليف الكلية عبارة عن اللي أنا هعملها مينيمايزيشن، أقل حاجة هتبقى 8 و4 و2، هيساوي كام كله؟ 14 جنيه. بكده يكون التمرين ده انتهى معايا. تعالوا نشوف تمرين آخر برضو على الطريقة الهنغارية. المثال ده بيقول لي يا أولاد، تمتلك إحدى المنشآت الصناعية 4 آلات، S1 S2 S3 S4 في أحد الأقسام الإنتاجية، وتستطيع كل آلة أن تصنع أي أمر من أوامر التشغيل المنقل تصنيعها لإدارة هذا القسم الإنتاجي، ولكن بتكاليف إنتاجية مختلفة. ويوضح الجدول التالي التكاليف المتوقعة لإتمام كل أمر من هذه الأوامر على الآلات المذكورة. رجعنا تاني هو للمسألة الأصلية، بقول إن أنا الصف عشان أعرف الجدول اللي أنا قلتلكوا قبل كده جه منين، أقول أقل قيمة هنا في الصف الأولاني 7، أطرحها هنا من نفسها، هنا 7 أشيل من 7، 9 من 7 يبقى 2، هنا يبقى 1، هنا يبقى 6، أقل قيمة هنا 11 من نفسها يبقى 0، هنا يبقى 4، هنا يبقى 5، وهنا 5، أقل قيمة هنا 10 أشيل منها يبقى 6، يبقى 9، يبقى 0، يبقى 5، وهكذا 16 17 14 16، أقل قيمة 14 يبقى 2 3 0 0 عفوا 2 3 0، بعد كده آخر واحدة ديت 2. نشوف الكلام ده أهو، 0 5 6 2 1 4 0 0 6 0 5 2 الأول والتالت والرابع زي ما هو، إنما هنا بالنسبة للعمود التاني أقل قيمة 2 بقى 0، هتلاقي هنا بقى 3، هنا بقى 7، هنا بقى 1، زي ما هيجي عند حضراتكم في اللي جاي. اه 0 3 7 1، والتلات أعمدة زي ما هو. تعال نخش على الخطوة اللي بعد كده اللي هي الخطوة التالتة. بيقول لي تحديد أقل عدد من الخطوط المستقيمة اللي بتمر بالخلايا الصفرية بحيث تمر الخطوط على الأصفار في الأعمدة أو الصفوف مرة واحدة. يعني الأعمدة والصفوف تمر عليها إيه؟ مرة واحدة. فعندي مثلا الصف الأولاني هلاقي فيه صفرين، أعمل عليه خط مستقيم. الصف التاني هلاقي فيه S2، هيبقى فيه عندي صفر. بيقول لي إن الصفر يمر عليه إيه؟ مرة واحدة. فبجمع مع بعض، أدي الصفر أهو بعمل له العمود اللي هو رقم 4، وأدي عندي بعد كده العمود رقم 3 هلاقي فيه صفرين، أعمل له الخط المستقيم اللي هو رقم 3، يبقى 1 2 3. جمعت صفرين في خط مستقيم، وجمعت صفرين في خط مستقيم، وجمعت صاد 4 في خط إيه؟ مستقيم. تمام كده؟ تمام. هاجي بعد كده أروح عاملة إيه؟ هبتدي أشوف إن ألاقي عدد الخطوط المستقيمة، هلاقيه هنا بيمر بالخلايا الصفرية هو 3،
وعندي الأوامر التشغيل عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة بيساوي 4، فلاحظ إن الخطوط المستقيمة عند حضراتكم هنا للأسف ما بتساويش عدد الصفوف والأعمدة، فبالتالي هتبقى أقل منها، فبالتالي أنا مش هقدر أقول على إن ده هو الحل الأمثل. طب أتصرف إزاي؟ أقول لك تتصرف إزاي قبل ما أنقل للجدول اللي جاي لأن هيديني الحل على طول. هشرح لك الخطوات اللي جاية قبل ما تقراها في السلايد اللي جاية. بيقول لي إن الأرقام غير المغطاة دي بالخطوط المستقيمة أقل حاجة فيها 1، هاخد الواحد ده أطرحه من القيم الغير مغطاة، يبقى 1 من نفسه هيبقى 0، 2 من 1 1، بعد كده 6 من 1 هيبقى 5، 7 من 1 6، 5 من 1 4، 3 من 1 يبقى 2. طب وبعدين؟ بيقول لي بعد كده نبص على الخلايا اللي هي فيها تقاطع الصفوف مع الأعمدة، هلاقي حضراتكم هنا معايا 1 وهنا معايا 6، هبتدي نفس الرقم أقل رقم ده، المرة دي مش هطرحه هضيفه، هيبقى هنا 2 وهنا هيبقى 7، ده اللي هشوفه في إن شاء الله يا ولاد في اللي جاي. فبالتالي هيحصل حاجة قبل ما تنقل للسلايد اللي جاية، الواحد هنا يا ولاد لما هيبقى أطرحه من نفسه يبقى 0، يبقى أنا خلقت 0 زيادة، فيصبح عندي إيه 0 أهو، وأدي 0 أهو، يضطر إن أنا أعمل أشطب على الإيه يا ولاد، هشطب على الصاد 2، نشوف كده اهو، هلاحظ كده اهو، ادي عندي نفس الكلام اللي انا قلته لحضراتكم، يتم تحديد اقل رقم في الخلايا غير المشطوبة اللي هو كان 1، ويتم طرحها من جميع القيم غير المغطاة بالخطوط المستقيمة. ايوه فعلا ده اللي حصل، كان هنا في 1 طرحته من 2 بقى 1، طرحته من 7 بقى 5، طرحته عفوا طرحته من 6 بقى 5، طرحته من 5 بقى 4، طرحته من 3 بقى 2، طرحته من 7 بقى 6. وبيقول لي كمان ضيفيه على ده، ده كان هناك في الجدول الاولاني كان 1 و6، انا ضفت هنا على 1 بقى 2، وضفت هنا على 6 بقى 7، ثم يتم جمعها على الخلايا الناتجه من تقاطع الخطوط المستقيمه. هنا بيقول لي أما الخلية المغطاة بخطوط ولكن لا تقع عند التقاطع، اللي هو يقصد إيه؟ اللي هي دي الأرقام دول، هي صحيح موجودة متغطية بخطوط مستقيمة بس مش عند التقاطع. طب دي هنتصرف فيها إزاي؟ بيقول لي هنسيبها زي ما هي، يعني نسيب القيم دي زي ما هي. جميل. في من الجدول السابق يتضح أن هناك عدد من الخطوط المستقيمة يتساوى مع عدد الصفوف أو عدد الأعمدة، وهنا يمكن تحديد 4 خلايا صفرية يمكن بها تعيين الآلات لأوامر التشغيل. الجدول اللي فات عملنا 4 خطوط مستقيمة وعرفنا أنهم بيتساوي مع عدد الأعمدة، فقلنا أن ده الحل الإيه الأمثل. على فكرة الجدول ده مش هو الجدول اللي فات في الشاب بتاع الخطوط المستقيمة، لا ده جدول جديد، يعني الأرقام هي هي بس الشطب ده مختلف. هقول لك ليه، أنا بكمل الخطوات، يعني أنا مثلا ده نفس الجدول ونفس الأرقام، ببتدي بقى أعين النموذج، فباجي أقول لحضرتك هنا سين 1 ده عندي الصف الأولاني ماله، عندي فيه قيمتين بتغليف الفرصة، الموضوع عندي 0 و0، فبتصرف إزاي؟ بقول إن أنا الصفر ده اللي أنا هختاره لازم يكون وحيد في يا إما صف أو عمود، يعني هنا الصفر ده هنا ألاحظ إن هو في مستوى الصف، لا هو مش وحيد، معاه صفر آخر في عندي أمر التشغيلي صاد 2، إنما على مستوى العمود فعلا هو وحيد، يعني مفيش تاني في العمود صفر متكرر، فبالتالي ممكن أقول إن سين 1 يتم تعيينه على صاد 1، ده بالنسبة للآلة رقم 1 هتشتغل على الأمر التشغيلي رقم 1. بالنسبة وبيقول لي بعد ما بعين كده أشطب الصف والعمود، عشان كده الشطب ده إن أنا ألغيه، هشطب الصف ده واشطب العمود ده. طيب تعالى نشوف سين 2، بيقول لي سين 2 عنده القيمة 4 و2 و4 و0، هلاقي عنده 0 و1، فبالتالي بيقول لي سين 2 هتستخدميه عند أمر التشغيلي، الآلة التانية تقوم بعمل الأمر التشغيلي اللي هو صاد 4، فبالتالي ده الآلة التانية، فبعمل إيه برضو؟ بشطب الصف والعمود بتاع الآلة التانية. جميل أوي، يبقى أنا شطبت كده عمود وأدي عمود وأدي صف أول صف تاني، يبقى عندي 3 و4، 3 و4 ده مش هيبقى عندي إلا 4 خلايا فقط. تعال نشوف مع بعض اللي هو سين 3، مش هيبقى عندي في هيتخصص لصاد 3 لأن ما عنديش صفر تاني إلا 0 1 6 و0، فبقول الآلة التالتة هتشتغل على أمر تشغيلي صاد 3، يبقى سين، وبالتالي لما انا اعمل كده لما هنشوف في الجدول اللي جاي بالمنظر ده
قلت لحضراتكم هيبقى عندي 4 خلايا، سين 3 تخصص لصاد 3، 10 بالصف والعمود بتاعها، يبقى عندي 0 وحيد اللي هو يخصص سين 4 تخصص لصاد 2. نختار هنا الآلة الرابعة لأمر التشغيل رقم 2، نختار الآلة سين 4 لتنفيذ الأمر التشغيل لصاد 2، وابتدي أشوف الأرقام المقابلة للأصفار اللي أنا قدرت أحددها في الجدول الأصلي يا ولاد اللي في بداية التمرين. هيطلع إجمالي التكاليف عندي 7 زائد 11 زائد 10 زائد 17 اللي هو 45,000 جنيه. ده قيمة التكاليف اللي بتتحملها المصنع، وبكده يكون ده هو برنامج التعيين الحال الأمثل اللي هو بيخفض لي أقل تكلفة. بلاقي عند حضراتكم بعد كده تمرينين للواجب. التمرين الأولاني عايزة أوجد أفضل تعيين بحيث تكون التكاليف الكلية أقل ما يمكن، وده برنامج 3 في 3 باستخدام الطريقة الهنغارية. وفي تمرين تاني اللي هو عايزة أطبقه على 4 في 4. برضو هنا أنا صحيح مش محددة تكلفة ولا ربح، بس بقول لك حاجة، بقول لك مطلوب تخصيص 4 عاملين للعمل على 4 آلات بحيث يكون مجموع ساعات العمل أقل ما يمكن. يبقى أنا هنا هقلل وقت، هشتغل زي التمرين التاني بالظبط، المثال التاني اللي أنا عملته، بس بدل ما هقلل تكاليف هقلل يا ولاد عدد ساعات العمل وأشوف إيه برنامج الحل الأمثل. بشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله أشوفكم على خير في لقاء في محاضرة قادمة. السلام عليكم.